فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان آئیے ناظرین ہجے کرتے ہیں فا زبر فا با زیر بی فبی همزه یا زبر ای یا زیر ی فبی ای همزه کھڑا زبر آ لام الف زبر لا آلا همزه زیر ای فبأي آلاء ربا زبر رب با زیر بی ربی کاف پیش کو ربی کو میم الف زبر ما ربی کو ما تا پیش تو کاف ذال زبر کذ تو کذ ذال زیر ذی تو کذ ذی با کھڑا زبر با نون زیر نی تو کذ ذیبانی وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا اور یہاں جو مد ہے 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے آئیے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لام میم زبر لم یا طا زبر یا طا لم یا طا میم سا زیر مث ہا نون پیش ہن نون زبر ن ہن لم یطمث ہن ہمزہ نون زیر ان سین دو پیش سن انسن لم یطمثہن انسن قاف با زبر قب لام زبر لب قبل ہا میم پیش ہم قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم واو زبر و لام ألف زبر لا ولا جيم ألف نون زبر جان نون دو پیش نون ولا جان نون وقف کی صورت میں یہ نون ساکن ہوگا آخر میں غنہ کر کے پڑھیں گے آئیے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 4 سے 5 الف کے برابر اس مد کو کھینچ کر پڑھیں گے آئیے آگے چلتے ہیں Fa zabar fa, ba zir bi, fa bi. Hamza ya zabar ay, ya zir yi, fa bi ay yi. Hamza khada zabar a, lam alif zabar la, ala. Hamza zir i, آلائي فبأي آلاء ربا زبر رب بازير بي ربي كاف بيسكو ربكو ميم ألف زبر ما ربكما تابست كاف ذال زبر كذ تكذ ذال زير ذي تكذب با خڑا زبر با نون زيرني تكذباني वक्फ की सूरत में नून साकिन होगा और यहाँ इसी तरह जैसे आपको पहले बताया गया कि इस मत को आपने 4 से 5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। आइए दोबारा इस आयत को पढ़ते हैं। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ। आइए आगे पढ़ते हैं। متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان। آئیے हिजे करते हैं। मीम ता पेश मुत تا زبر تب متب کاف زیر کی متکی حمزہ یا زیر ای متکی ای نون زبر نا متکی ای نا عین زبر عب لام खड़ा जबर ला आला मुत्तकीन आला रफा जबर रफ रा जबर रफ रफ रा फादो जरफिन रफ रफिन मुत्तकीन आला रफ रफिन خضاد پیش خود روا دو زید ریو خود ریو واو زبر و عین با زبر عب و عب قاف زبر قاب و عب قاب رایا زید ری یا دو زیر ین وعبقري خضر وعبقري حازر حي سين ألف زبر سا حساب نون دو زير نن حسان خضر وعبقري حسان। वक्फ की सूरत में नून साकिन होगा। आइए इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं। मुत्तकीन अला रफरफिन खद्री व अबकरी हिसान फा ज़बर फा बा ज़ेर बी फा बी हमज़ा या ज़बर आई या ज़ेर यी फा बी आई हमज़ा खड़ा ज़बर आ لام ألف زبر لا آلا همزة زيتي آلائي فبأي آلائي ربا زبر رب با زير بي ربي كاف بيسكو ربكو ميم ألف زبر ما ربكما تا بيستو كاف ذال زبر كذ تكذ ذال زير ذي تكذب با خڑا زبر با نون زير ني تكذباني وقف کی صورت میں نون ساکن ہوگا. یہاں مد 4 से 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آئیے آخری آیت پڑھتے ہیں. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تا زبر تا با کھڑا زبر با تبا را زبر را تبارا کاف سین زبر کس تبارکس میم پہ اسمو تبارکسمو ربا زبر رب با زیر بی ربی کاف زبر کا ربی کا تبارکسم ربی کا ذال لام زیر ذل جیم زبر جا لام کھڑا زبر لا ذل جلا لام زیر لی ذل جلالی واو لام زبر ول حمزہ کاف زیر اک ول اک را الف زبر را والإكرام ميم زير ميم والإكرام. وقف کی صورت میں یہاں میم ساکن ہو جائے گا. آئیے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. नादरीन इसी तरह ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं. इस वीडियो पर आपको जो नंबर दिया गया है नादरीन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए. जज़ाकल्लाहु खैर.